البديل بالمناسبة الأول بالنسبة لفريق نادي الوحدة السيد بيسيرو. مش معقول، كرة بعرض الملعب على طول لفيلان ويفا، يتألق يتعملق في كرة ولا أروع، تشيلي يدوب سجل التغيير، ولكن فيلان ويفا يفاجئ الجميع بكرة ولا أروع. ورينا 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 ورينا، هذا عادل، شوف هذه هي على طول توصل فيلان ويفا، يسدد تمر تصطد في حارس المرمى. شوف شلون فيلان ويفا، هذه هي بيد حارس المرمى، وتروح وين وتروح وين؟ هدف لصالح، هدف لصالح فريق الشباب عن طريق توفيق هناك على الأمامية الآن للهرماش، يسيطر على كرته، يلعبها جهة محمد الشحي، محمد الشحي يعليها لسالم بالراس، جول جول. هدف التعادل بكرة عرضية ولا أروع من جانب سالم صالح على طول براس يلعبها، 3-4-5-6 نقلات لصالح فريق نادي الوحدة. تدورت راحت من الشمال لليمين وطوحت، وصلت، شوف هذه هي للهرماش، تمريره محمد الشحي بعد ذلك يعليها في مكان فاضي تماما. هذا هو سالم، ينبر لها براس سالم صالح، يلعب براسه، وبالتالي الوحدة الان يسجل هدف التعادل ويعود للمباراه 1-1. هذا هو محمد هني سالم كان السالم في اللقطه الماضيه عندما سجل سالم صالح في كره تتخلص، كذلك توفيق خلصها من امام لوفا، يلعبها للهرماش، كره تتلعب توصل محمد الشحي هني لسالم صالح، يلعبها هني جهه السيل، ياخذ كرته السيل، طلع بعرض الملعب، تتلعب الهرماش للجول. عادل الهرماش اللي يسجل هدف الوحدة الثاني، وبالتالي يتنفس بسير الصعداء في لقطة ولا أروع في مباراة اسمها الإصرار. عادل الهرماش أصر على التسجيل، الهرماش يتألق ويتعلق في لقطة ولا أروع. سالم صالح بعد ذلك أيضا السيل، الكرة تصل للهرماش داخل منطقة 18، هذا هو بكل تركيز بكل هدوء بكل برود الدم، هنا لاحظ هذا هو الآن. شوف يا جماعة إيه لما تكون هادي ومركز، أوه مش معقول.